وللوقوف على آخر تطورات المشهد في الناصرية بعد استشهاد وإصابة عدد من المتظاهرين، ينضم إلينا عبر الهاتف من الناصرية ناشط في التظاهرات محمد الخياط. أهلا بك محمد. بداية، تظاهرات في الناصرية لا تزال متواصلة واعتداءات من قبل القوات الأمنية أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من المتظاهرين برصاص القوات الأمنية. لو تطلعنا على آخر التطورات الحاصلة في المشهد لديك، تفضل. تحياتنا لكم ومشاهديكم الكرام. الحقيقة الناصرية تنزف من جديد على يد هذه الميليشيات العميلة القذرة. حقيقة اليوم قتل وفوضى وقمع وحشي لمتظاهرين سلميين خرجوا ليطالبوا بيضبط حقوق المواطن في أي بلد بالعالم. لا يحملون أسلحة ولا يحملون، لكن يحملون همهم ويحملون هم أخوانهم الآخرين الذين تعرضون للقمع والسجون والدعاوى الكيدية. لدينا أحد الناشطين تم حكم عليه بسجن بتهمة باطلة وبتهمة كيدية لمدة 3 سنوات. هؤلاء اليوم خرج هؤلاء الشرطات الناصرية تماما مع هذا المواطن قبل أن يكون هو موافق، خرجوا للتضامن معه سلميين، وأكد على كلمة سلمية. لا يعني لا أحد يحمل السلاح ولا أحد يحمل أي شيء. الحقيقة تم جوبهت هذه المجاميع من الشباب بالقمع والقتل والرصاص الحي، ويعني العديد الآن من الجرحى في الناصرية، ولا زالت لحتى هذه الدقيقة هناك مواجهات في ساحة العبوبي. محمد، لم تمضي أيام على ذكر مجزرة جسر الزيتون، ولا يزال الفاعلون طلقاء كما تعلم. ما الرسالة التي يريد السوداني إيصالها للمجتمع العراقي عامة من استخدامه الرصاص ضد المتظاهرين برأيك؟ الحقيقة هي رسالة السوداني كما كانت سابقا على يد عادل عبد المهدي وعلى يد الكاظمي وعلى يد المالكي. هم أنفسهم هم من نفس المنظومة السياسية. لا فرق بينهم حقيقة. نحن لذلك نحن حينما نطالب هنا في الناصرية بإسقاط النظام لا ننظر يعني مع الأسف بعض المتظاهرين يطالبون بإصلاحات جذرية، وبعض أيضا بعض الأحزاب الناشئة التي تحدث بهم تشرين، ونحن ضد هذه التوجهات. نحن خرجنا ضد هذه المنظومة السياسية الفاسدة ولدينا موقف، وحتى من هذه الأحزاب التي ثم يعني خرجت من ساحات التظاهر. الحقيقه نحن ضد هذه التوجهات لاننا لا نريد ان نشارك هذه الاحزاب بإزامها وقتلها وفسادها. لذلك نحن نقول بان الذي يجري الان على يد حكومه السوداني هو امتداد لما جرى على يد الحكومات السابقه، لكونهم جاءوا يعني كما تفضلتم في تقريركم على ظهر الدبابه، ولكون ولائهم هذه النظمه السياسيه الفاسده ولائها ليس للعراق بل للاجنبي الذي جاء بهم، والذي حقيقه هو من يحركهم وهم ينفذون هذه الاجنده التي دمرت العراق ولم تدع شيئا للعراقيين. نعم. المتظاهرون طالبوا باطلاق سراح الناشط حيدر الزيدي واسقاط التهم الكيديه عن الناشطين، هل تتوقع مع هذا التعامل المفرط في العنف؟ هل يستجيب السوداني لمطالبهم؟ الحقيقة نحن في غضب اليوم في الناصرية، لدينا دماء، وهذه الدماء حقيقة لم تمر مرور الكرام على حكومة السودان. اليوم بالإضافة إلى هذه الدعاوى الكيدية، وأيضا بالمناسبة كان قبل 3 أيام لدينا تقرير هنا في الناصرية تم إطلاق سراحهم بكفالة، وهناك أيضا سيتم عرضهم على القضاء وقد يتم الحكم عليهم. يعني أغلب لدينا أخبار بأن هناك العشرات من الدعاوى الكيدية على الناشطين المدنيين هنا في الناصرية، وهذا حقيقة يعني يدل على دلالة أخرى بأن حكومة السودان أيضا هي على نهج الحكومات السابقة. لذلك أنا إذا تسمح لي بدقيقة من وقتكم أقول بصراحة نحن لا يعني ضخم هذا القمع الوحشي والأغواري. اليوم الشارع الحبوبي أو الناصرية اليوم سكنة عسكرية بصراحة. يعني منذ أيام التقى السوداني بعدد ممن صورهم الإعلام بأنهم من نشطاء ثورة تشرين. ما الفرق محمد إذن بين السوداني والكاظمي مع استمرار استخدام القوات الحكومية الرصاص ضد أصحاب الرأي؟
يسمع جميع المتظاهرين في كل أنحاء العراق ومن هنا من ساحة الحبوبة التي تنزف من جديد في هذا اليوم، ليسمع كل المتظاهرين وباسمي أنا يعني معروف في ساحتها ويعرفون جيدا بأن كل من يلتقي مع أي شخص يمثل الجهات الحكومية سواء كان بشقيها التنقيذي أو التشريعي لا يمثل سحادة تبارا لكوننا أصلا. نعم هذه حقيقة اللي يسمعها الجميع. نحن خرجنا ضد هذه المنظومة السياسية والذي يذهب نعتبره هذا خائن لساحة التظاهر ليعرفوا ليسمعوا من خلال قراءتك الكريمة لكل من يلتقي أي مسؤول في أي مكان حكومي هو خائن لساحة التظاهر وخائن لدواء الشده. وأنا أتساءل إذا يعني هؤلاء الناشطين الذين التقوا السوداني ماذا يقولون اليوم لأهل الناصرية ولأمهات الشهداء اليوم والجرحى الذين الآن في المستشفيات ماذا يقول هؤلاء الخونة؟ أقول بصراحة هؤلاء خونة. كل من يقابل المسؤول لكوننا خرجنا لا خرجنا لكي نقابل المسؤولين ولا خرجنا لكي ننزل دماء يعني غزيرة كما هو حدث كما حدث اليوم في الناصرية، بل خرجنا من أجل إسقاط هذه المنظومة السياسية بما في ذلك الأحزاب الناشئة. نعم للسؤال الأخير محمد، يعني في ظل محاولة حكومة السودان والكاظمي من قبله إضاعة حقوق الشهداء والمصابين، ما الذي تتوقعه من الثوار؟ هل يمكن أن نكون أمام تصعيد جديد يقوم به الشباب؟ الحقيقة كان أمس يوم أمس كان هناك تظاهرة وقدمنا أيضا 3 جرحى واليوم استمرت التظاهرة والحبوب والناصرية إذا خرجت بتظاهرات لن نعود، وهذا يعني كل الحكومات المتعاقبة يعرفون الناصرية كما هو الحال. لا نبخس حق المحافظات الأخرى ولكن نقول الناصرية لها موقف آخر. الناصرية بسبب هذه الدعاوى الكيدية وسبب هذا الاستهداف من قبل هذه المنظومة السياسية لكون أبناء الناصرية وقفوا بكل قوة بوجه هذه الأحزاب الفاسدة وهذه الميليشيات التي تقتل. لا نعرف حقيقة حتى اليوم لا نعرف من هي الجهات التي تخرج، كل ما في الامر نرى لان هناك من يتجه الممارس العسكريه، لا اعتقد بان هؤلاء يمثلون العراق او يمثلون روح المواطن العراقي، المواطن العراقي لا يمكن له ان يعتدي على مواطن عراقي اخر، فكيف يعني حقيقه نحن نستغرب يعني نستغرب جدا شكرا بان يتم حمل السلاح وهذا اطلاق الرصاص الحي والقتيل والجرح. الان أنا بعد قليل سوف أكون متواجد في المستشفى لزيارة بعض الجرحى وأيضا للاطلاع على ما يجري في مستشفى التركي في الناصرية. الناشط في التظاهرات محمد الخياط كنت معنا عبر الهاتف من الناصرية، شكرا جزيلا لك.